يخطط اللاعب الإسباني السابق جيرارد بيكي وحبيبته كلارا شيا للزواج بعد مرور عام على علاقتهم العاطفية بأعقاب انفصال الأول من شريكته النجمة الكولومبية شاكيرا. وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الثنائي اتخذوا هذا القرار ورح يعلنوا بالأيام القليلة المقبلة خبر خطوبتهم رسمياً وبعد زفاف. وتحدث مصدر مقرب منهم: سيتزوج جيرارد بيكي وكلارا شيا، اتخذ لاعب كرة القدم السابق وصديقته هذا القرار المهم للغاية. وأضاف: لقد خططا أيضاً لنشر الأخبار السارة على الملأ، سيتم الإعلان في موعد مهم آخر لبيكي حفل زفاف شقيقه مارك والذي سيتزوج حبيبة طفولته ماريا ب 24 يونيو. وتوجهت صديقة جيرارد بيكي كلارا شيا لتناول طعام الغداء أمس ببرشلونة بعد ما سافر حبيبة إلى ميامي لقضاء العطلة الصيفية مع أبنائه. وكان بيكي اللي بيبلغ من العمر 35 عام قد أعلن عن علاقة الحب اللي بتجمعه بكلارا شيا اللي بتبلغ من العمر 24 عام بشهر آب أغسطس الماضي ب 2022، أي بعد شهرين من إعلان انفصاله عن شاكيرا، ووقت شوهد لاعب برشلونة السابق وهو بحالة حب مع صديقته الجديدة أثناء حضور أحد المهرجانات الغنائية بكاتالونيا. وأعلن كل من بيكي وشاكيرا بالرابع من شهر حزيران 2022 انفصال رسميا بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت عن طفلين.